قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. وصل أمس الثلاثاء العشرات من أهالي منطقة ولاد علي بالجلالي احتجاجهم وغلقهم لمقر بلدية الأبيض مجاجة لليوم الثاني على التوالي للمطالبة ببرامج فك العزلة عن منطقتهم النائية. في ذات السياق طالب المواطنون المحتجون بتدخل السلطات الولائية والتكفل بانشغالاتهم المتمثلة أساسا في تأخر مشروع انطلاق أشغال طريق المنطقة، إلى جانب تذبذب الحاصل في التزويد بالماء الشروب وانعدام شبكة الصرف الصحي. هذا فيما استغرب هؤلاء الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم السلطات البلدية، وخاصة بعد إطلاقها خلال الأيام الأخيرة لجملة الوعود أين طالب المحتجين بتدخل الوالي. كشف مصدر مطلع أن وسيط الجمهورية كريم يونس أسدى تعليمة خاصة بداية من الأسبوع الجاري لمندوبي وسيط الجمهورية 48 بالشروع رسميا في العمل مع تلقي شكاوي من المواطنين اعتبارا من يوم الأحد 30 أوت. وعلى هذا الأساس وبالتنسيق مع ولاة الجمهورية بالنيابة هذا الأسبوع تم تنصيب أغلب وسطاء الجمهورية بصفة رسمية. أخبارا عن فتح الباب أمام شركات منافسة لاتصالات الجزائر، شركتان ستنهيان احتكار اتصالات الجزائر للفيبر وديازال. حديث عن شركة عربية مستعدة للاستثمار بشكل كبير في الجزائر، شرطها الوحيد أن يكون لديها مصدر انترنت لوحدها وليس المحتكر من طرف اتصالات الجزائر. ما رأيكم إخوتي الكرام؟ شخصيا أتمنى أن يتم فتح الباب أمام أوريد وجيزي مع إمكانية دخول مستثمر جديد مثل اتصالات أو أو حتى شركات عالمية. الحماية المدنية بميلية تكرم طفلين بطلين أنقذ غريقين. وحدة بوتياز بالميلية ولاية جيجل تقيم وجبة غذاء على شرف البطل الصغير عبد المالك شيهب 16 سنة على إثر إنقاذ لطفلين غرقوا في الوادي الكبير في بوتياز، وتلاها تدخل الحماية المدنية بعد إبلاغهم من طرف طفل كان مع الأطفال. فنعم التربية من الطفلين، بارك الله فيهما وفي والديهما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وباء فيروس كورونا سيختفي في وقت قريب سواء تم التوصل لاكتشاف لقاح أم لا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه واثق بإمكانية التخلص من وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بغض النظر عن هل سيظهر لقاح ضد المرض في الولايات المتحدة أم لن يظهر. وقال ترامب في كلمة أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية: سنتخلص من هذا الفيروس وهو ما سيحدث حتما، سيحدث هذا بشكل أسرع مما يعتقد الناس سواء مع اللقاحات أو بدونها، فهذا الأمر يجري الآن. وأشار إلى أن بلاده تشهد حاليا المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا. وقال ترامب إن اللقاح قد يظهر قبل نهاية العام الجاري أو قبل ذلك بكثير. وأكد الرئيس الأمريكي: معنا سنتغلب على الفيروس، وذلك وفق روسيا اليوم. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم رأيكم في التعليقات. في خبر مستفز جدا للشعب الجزائري الواقف دائما مع القضية الفلسطينية، ها هي قناة الحياة تعترف بالكيان الصهيوني كدولة، حيث كتبت في موجز الأخبار في عنوان الشريط: الأراضي الإسرائيلية بدل الأراضي المحتلة. هذا وكانت مديرة التحرير الخاصة بالقناة قد تحدثت في وقت سابق عن إلزامية تطبيع علاقات التعاون مع إسرائيل. هذه الصورة إخوتي الكرام انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، تلتها عديد التعليقات التي طالبت بإغلاق القناة فورا، وذلك بسبب مخالفتها للطبيعة الجزائرية المساندة للقضية الفلسطينية. وإن شاء الله السلطات الجزائرية تتخذ كل الإجراءات فيما يخص هذه القناة التي تعدت حدودها هي ومديرة التحرير الخاصة بها. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم رأيكم في التعليقات. تضمن برنامج وزارة الداخلية والجامعات المحلية في عام 2017 طبقا لتصريح وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي في 19 ديسمبر 2017 تاريخ نهاية صلاحية بطاقة التعريف الوطنية القديمة الخضراء في ديسمبر 2020. هذا المشروع القائم على تعميم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الذي بدأ في 2016 وتم تكثيف نشاطه في 2017 كان يتضمن إصدار أكثر من 5 مليون بطاقة تعريف بيومترية سنويا، بمعنى أنه مع نهاية عام 2020
كان يفترض تغيير ما لا يقل عن 17 مليون بطاقة تعريف وطنية بأخرى بيومترية، إلا أن العملية تأخر تجسيدها بسبب عدم إقبال أكثر من 8 مليون جزائري على استبدال بطاقة التعريف الوطنية القديمة. وتشير مصادر من وزارة الداخلية الجزائرية إلى أن وزارة الداخلية كانت قد برمجت في نهاية عام 2019 قبل حلول جائحة كورونا التأكيد على أن آخر أجل لقبول بطاقات التعريف القديمة كثبات هوية في الإدارات هو 31 ديسمبر 2020، إلا أن الوضع الصحي في البلاد أجل العملية التي يفترض أن تكون في 2021، أي أن آخر موعد لقبول بطاقات التعريف الجزائرية القديمة سيكون مع نهاية 2021. كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد أحمد فروخي أمس الثلاثاء أنه يتم العمل حاليا من أجل إصدار مرسوم تنفيذي يمكن عديم المستوى من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل. وقال فروخي عقب إشرافه رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة على افتتاح ورشة تقنية حول التكفل باحتياجات التكوين في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بأن العمل جاري حاليا من أجل حل مشكلة تكوين البحارة عديم المستوى التعليمي، حيث سيتم قريبا إصدار مرسوم تنفيذي يسمح لهذه الفئة من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل دون شرط مستوى السنة الثانية متوسطة. ومن بين أهم ما يتضمنه هذا المرسوم قيام المعني بهذا التكوين الذي يتوج بشهادة تأهيل بتكوين تأهيلي تطبيقي في البحر لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 أشهر حسب التخصص، يتخللها دروس نظرية لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع. وسيتمكن المستفيدون من هذا التكوين الذي يتوج بشهادة التأهيل استنادا إلى مسؤول هذا القطاع الوزاري من مزايا متعددة تتمثل أهمها في التأمين الاجتماعي والدعم لبعث وتطوير النشاط في المجال. شارك وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد في أشغال الدورة 70 للجنة الإقليمية الإفريقية للمنظمة العالمية للصحة عبر تقنية التحاضر المرئي. أشغال الدورة التي حضرها من الجانب الجزائري كل من البروفيسور رحال إلياس المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات والدكتور جمال فرار المدير العام للوقاية، وكذا البروفيسور محمد الحاج مستشار لدى وزارة الصحة. وخلال هذه الدورة الافتراضية قدم الوزير مداخلة حول ما تراه الجزائر فيما يخص مكافحة كوفيد-19، وقد تم انعقاد هذه الدورة تحت إشراف المديرة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة لمنطقة إفريقيا تحت رئاسة جاكلين ليديا وزيرة الصحة والسكان وشؤون المرأة في الكونغو. خلال اللقاء تم التطرق إلى عمل ونشاطات المنظمة العالمية للصحة في إفريقيا. خضع الدب البني ناطاشا في حديقة التجارب بالحمل لعمليتين جراحيتين ناجحتان لاستئصال ورم سرطاني من عينيها، وأجريت العملية الأولى لناطاشا في 20 جويلية 2020 بالعين اليسرى والثانية في 14 أوت 2020 على العين اليمنى، وسمحت تدخلان الجراحيان باستئصال الغدة وكذلك الورم الالتهابي والذي تبين بعد التحليل التشريحي المرضي أنه ورم سرطاني، وتتعافى الآن عين الدب بشكل جيد. هذا وأشرف على العملية الأستاذ المساعد في طب العيون الدكتور بن عبد الله محفوظ الذي ساعد فريق حديقة الحيوان والأطباء البيطريين ومربي الحيوانات خلال التدخلين. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.